بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. يوم البنات كيف كتشوفوا، بغيت نشارك معكم واحد المعسلة اللي هي رائعة صراحة، يعني خانيا نوصف فيها صراحة مزيونه بزاف. واهم حاجه البنات سهله سهله بزاف في الطريقه ديال التحضير ديالها، واللي هي البقلاوه التطوانيه. صراحه البنات هاد البقلاوه غزاله ما شاء الله، انا بعدا كنعتمدها في رمضان لانها سهله، وبالنسبه خصوصا الناس اللي يعني ما عندهمش الوقت باش يعدلوا الحاجات الصعابين وهذا، فهذه الصراحه سهله بزاف والصراحه روعه. كتجي في الشكل ديالها ولا حتى في المذاق ما شاء الله كتجي غزاله. ان شاء الله جربوها وتنال الاعجاب ديالكم باذن الله. واللي اول مره يزور القناه ديالي كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم ولي لايك ديالكم، وطبعا خليوا لي تعليقاتكم باش نعرف بان الفيديوهات والكشي اللي كنقدم راه كيعجبكم. وان شاء الله انا كنقرا تعليق كاملين وكنحاول نجاوب عليهم كاملين الا كان شي تساؤل. وكنقول البنات اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي كنقول مرحبا بكم، وان شاء الله يا ربي نكون عندنا حسن الظن ديالكم باذن الله. ودابا البنات ندوزوا للمقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد البقلاوه البنات، غادي نحتاجوا فيها نص كيلو ديال اللوز على هاد الشكل هذا اللي انا سبق لي سلقته، عملته ماشي سلقته عفوا، عملته في الماء طايب وخليته تقريبا 5 دقائق وقشرته صافي، وخليته حتى نشف مزيان وحمرته في الفران. ما كنقليهش البنات، وانتم عندكم اختيار يعني ممكن تقليوه، يعني انا كنفضل انني نحمره غير في الفران باش ما كيشربليش الزيت بزاف. صافي، مع هاد نص كيلو ديال اللوز اللي باقي غادي نطحنوه، طبعا ما غاديش نخدموه به بالطريقه، غادي نحتاجو 150 غرام عفوا ديال السكر. انا استعملت 150 غرام، نورمالمون نص كيلو كتدي 200 غرام، انا استعملت غير 150 لان راه باقي هاد البقلاوه باقي غادي تتعسل، يعني ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. وانتم عندكم الاختيار، الا بغيتو يعني تستعملوا 200 غرام استعملوها، الا بغيتو تنقصوا في حالي بحال عملت انا استعملوا غير 150 غرام ديال السكر. صافي البنات، غادي نحتاجو نسكه حره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر باش كتطحن صافي، وكنحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه، والماء الزهر اللي غادي نجمعوا به هاد اللوز هذا على حسب على حسب كما قلت لكم على حسب الكميه اللي عندكم، وماشي غنجمعوها حتى تولي عجينه، غير غنفزكوه شويش وصافي. صافي البنات، والمقادير الاخرى غادي نحتاجو العسل طبعا اللي غادي نعسلو بها، اي نوعيه طبعا كتستعملوا نتوما، وغادي نستعملو الورقه. بالنسبه للورقه البنات انا غنستعمل هذه ديال البقلاوه كيف كتشوفوا، ورقه ديال الفيلو. ممكن تستعملوا الورقه العاديه، يعني الورقه العاديه اللي ديال المغرب اللي كتعدل في الزنقه اللي كتشرا، ولا اللي عدلتوها في الدار ديالكم اللي بغيتوا، ولكن انا كنفضل انني نعمل هذه ديال البقلاوه لانها خاصه البقلاوه، بان وبما ان هذه هي بقلاوه فمن افضل تستعمل هذه، كتجي صراحه مزيونه. وكما قلت لكم الا متوفرتش عندكم ورقه الفيلو فممكن تستعملوا الورقه ديال الباستيلا العاديه، هي نورمالمون كتعدل هذه الباستيلا العاديه، ولكن انا كتعجبني نعدلها بورقه ديال الفيلو. صافي البنات، وحاجه اخرى اللي غادي نحتاجو صافي غير هذا اللوز هذا ايفيلي، غادي نحتاجو غير في التزيين وشويه ديال الورد طبعا، غير التزيين هادو اختيارين البنات، غادي غير نزينو بهم في الاخر ديال هاد في الاخر ديال متوجدنا البقلاوه ديالنا. صافي البنات، هادو هما المقادير كيف شفتو، بساطين وساهلين ويعني متوفرين، يعني ماشي شي حاجه كبيره، وكيعطيونا واحد البقلاوه صراحه اللي مزيونه وكتعطي واحد الكميه كبيره وسهله، ما كتعمل حتى اي مجهود، يعني نتوما تشوفوا معايا الطريقه ما كتحتاج اي مجهود لحتى شي حاجه. صافي البنات، دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه البنات غادي نعمل هي غادي نطحن هذا اللوز ديالي، وبالنسبه للطحين ديال هذا اللوز فما غاديش نطحنو حتى يولي غبره، غادي غير نهرمشو يعني باش يبقى فيه هذاك الحبيبات غليلتين شويش، يعني ماشي مكمره على حنا غادي نعملو العقده ديال اللوز، يعني غير نهرمشو شويش وصافي. صافي البنات، ها هو من بعد ما هرمشتو على هذا الشكل هذا، كيف قلت لكم البنات ما خصوش يتطحن مزيان، يبقى فيه مهرمش كيف كتشوفوا، كيبقى فيه هذا الطريفات ديال اللوز،
يعني ما تطحنشي مع الرفحه اللي كنكونوا بحال نعملوا العقده ديال اللوز ديال البريواته ولا ديال الحنشات ولا شي حاجه، كيبقى على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا الناس. صافي البنات، من بعد ما طحنا اللوز ديالنا على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كما قلت لكم غير هرمشناه يعني ماشي طحناه عفوا. صافي غادي نضيفوا المسكه الحره ديالنا وغادي نضيفوا معلقه صغيره ديال القرفه وغادي نضيفوا السكر. قلت لكم البنات السكر يعني انا عملت غير 150 غرام، لو مامو كتدي نص كيلو كيدي 200 غرام وانا عملت غير 150 غرام. وانتم عندكم اختيار، الا كتعجبكم حلاوه بزاف عملوا 200 غرام، الا كيعجبكم يعني تنتوما الحلاوه ناقصه شويش الدره ديجا غادي هذاك غادي زعما باقي غادي يتعسل، يعني من الافضل ندي ينقص السكر. صافي غادي نخلط مزيان هاد البقلاوه البنات، راه ما كيتطحنش يعني هاد السكر ما كيتطحنش مع اللوز، يعني حتى كنطحنوا اللوز عاد كنخلطوا معاه السكر على هاد الشكل هذا. صافي غادي نخلطوا مزيان باش ينسجم هذاك السكر يتخلط مزيان مع هذيك اللوز، عاد كنضيفوا المزهر ديالنا بشويش بشويش حتى غير نفزكو شويش هاد اللوز ديالنا، يعني ماشي يتجمع يتعجن. صافي البنات، من بعد ما نسجم هذاك السكر مزيان تخلط لي مع هذاك اللوز مزيان وديك المسكه والقرفه، دابا غادي نبقى نزيد المزهر ديالي بشويه بشويه حتى نفزك عليه، نحس به فزك عليه شويه هذا اللوز وصافي، يعني ما نخليهش يتعجن. عندي هنايا نصف كاس تقريبا ديال المزهر، الا احتجت نقدر نزيد. صافي البنات، ها هو اللوز ديالي كيجي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم، فهداك نصف كاس ديال المزهر كفاني، يعني كيجي غير فازكا هكذا على هذا الشكل هذا. صافي البنات، دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التشكيل ديال هاد البقلاوه. بالنسبه للطريقه ديال التشكيل ديال هاد البقلاوه البنات، فغادي نجيبو ورقه ديال الفيلو على هذا الشكل هذا. نحاول البنات بالنسبه اللي غادي يستعمل ورقه الفيلو كيف كنعرفوا فهي كتكون حساسه بزاف، يعني دغيا كتقطع، يعني نتعاملوا معها بشويش وبحذر. صافي، والمكونين البنات اللي ما ذكرتش في قبيله في هذاك في المقادير فهو الزبده، فغادي نحتاجوا ضروري الزبده باش ندهنوا الورقه ديال الفيلو ديالنا. وبالنسبه لهاد البقلاوه التطوانيه الاصليه فهما مع هاد الزبده اللي كيدهنوا بها الورقه كيعملوا معها السمن، انا صراحه المذاق ديال السمن ما كيعجبنيش بزاف فما عملتوش. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم السمن فيعملوا واحد المغرفه صغيره اولا نص معلقه صغيره يزيدوا مع الزبده ويدهنوا بها هاد الورقه. صافي البنات، غادي ندهن الورقه، غادي نعملوا جوج ديال الورقات، غادي ندهن الورقه الاولانيه. صافي البنات، وغادي نجيب هذاك اللوز ديالي اللي وجدناه قبيلاتي وغادي نعمل الحشو ديالي في هذه الورقه، وغادي نحاول نوزعها في الورقه كامله على هذا الشكل هذا البنات.
نستعمل يدي، نحاول نوزع الورقة كاملة. طريقة سهلة البنات، اي وحدة ممكن تعدلها، وكنتي صراحة مزيونة وسهلة. صافي البنات، من بعد ما وزعنا عفوا اللوز ديالنا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، يعني وزعناه بالتساوي. غادي دابا نبداو نتنيو هذه الورقه ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نتنيو هذا الجنب هذا، وغادي نتنيو الجنب اخر، يعني نبقاو ماشيين بهذه الطريقه هذه، نعملو تنيه هنايا وتنيه هنايا حتى كنلاقيهم في الوسط بهذه الطريقه البنات. وحنا كانت هذيك طبعا وحنا كنحاولوا نضغطوا عليها باش تجينا معوطه وتجينا فيها هذاك اللوز يجي مقادد على هذا الشكل. كنتمنى الطريقه تكون واضحه للناس، فهي سهله بزاف على هذا الشكل هذا. غادي نحاولو حتى نلقيهم في الوسط. على هاد الشكل هذا البنات صافي. من بعد ما تلقاو هكذا في الوسط على هاد الشكل هذا، غادي نجيبو هاد الجنب هذا ونعملو فوق منه على هاد الشكل هذا صافي. ونضغطو ليها مزيان باش تشبر. باش تاخذ هذاك الشكل ديالها صافي البنات، على هذا الشكل هذا كتجي، على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا ساهله، يعني ما كتدي حتى شي مجهود كيف قلت لكم، يعني سهله. دابا صافي البنات، من بعد ما وصلنا لهاد المرحله هذه، دابا غادي ندوزو باش نقطعوا البقلاوه ديالنا. دابا غادي نقطعوها على شكل معين، غادي نحاول نزول هاد الاطراف والمواله على هاد الشكل هذا صافي. وغنبقى نقطع البقلاوه ديالي للحجم اللي بغيتو البنات، اللي كتعجبكم صغيره عملوها صغيره، الا كتعجبكم كبيره، انا كتعجبني الصراحه تجي كبيره شتيتو، فانا غادي نعملها شويه كبيره على هاد الشكل هذا. من الافضل يكون البنات الموس يكون طاحن باش كتجي باش كيتقطع انا معوطين على هاد الشكل هذا. شوفوا البنات كيفاش كتجي، ما شاء الله كتجي الشكل ديالها مزيون وسهله، سهله بزاف البنات والله. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله يا ربي. كتجي على هذا الشكل هذا صافي. غادي نستمر نقطع البقلاوه ديالي كامله صافي البنات. وغادي نستفها في الطاوة ديال الفران، حيت غادي نطيبوها في الفران. غادي نستفها على هاد الشكل هذا في الفران.
صافي البنات، انا غادي نكمل هاد الكميه اللي بقى لي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو باش ندخلوها الفران طيب ونعسلوها ان شاء الله يا ربي. صافي البنات، هذه هي البقلاوه ديالي من بعد ما كملتها، كتعطيني هذه الكميه هذه، يعني كتعطي واحد الكميه مزيانه. صافي البنات، ودابا غادي الحاجه اللي غادي نعمل هو غادي ندهن الوجه ديالها بالزبده صافي باش ندخلوها للفران طيب. صافي البنات، من بعد ما كملت هاد البقلاوات ديالي دهنتهم بالزبده كاملين، غادي ندخلوهم دابا للفران على درجه حراره 200 درجه، وغادي ما غاديش يديو الوقت بزاف، تقريبا غير واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، لان كما كنعرفوا الورقه اللوز اللي في وسط منا راه طايب عندنا ديجا محمر. صافي دابا غادي نعملوهم الفران البنات ونرجعو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه اللي غادي نعسلو بها هاد البقلاوه. صافي البنات، هذه هي البقلاوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي على هاد الشكل هذا محمره، كتجي مزيونه ومقرمشه البنات، كتجي غزاله ما شاء الله على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التعسيل. بالنسبه للطريقه ديال التعسيل البنات فعندكم الاختيار، بالنسبه لي انا فانا كنعمل العسل ديالي في هاد القريعه هذه صافي وكنسقيها، يعني طريقه سهله جدا. وبالنسبه لكم البنات عندكم اختيار كما قلت لكم، ممكن تغطسوها في العسل، يعني تعملوا العسل في شي زلافه كبيره وتغطسوها في العسل وتخليوها تتشرب العسل، على حسب نتوما شنو كيعجبكم، يعني واش كتعجبكم بقلاوه شاربه العسل بزاف اولا كتعجبكم غير شويش يعني تجي معسله. بالنسبه لي انا كيعجبني تجي شويش ديال تجي معسله شويش وفي هذيك اللمعه ديال العسل وصافي، ما كتعجبنيش تجي شاربه العسل بزاف. صافي هذه هي الطريقه البنات، كيف كتشوفوا انا كما قلت لكم عملت العسل في هذا القريعه هذه صافي، وغادي نبقى نسقي العسل، نسقي البقلاوه ديالي غير شويش على هذا الشكل هذا. والبقلاوه البنات خاصها تكون سخونه طبعا باش العسل يشرب يدخل في هذيك البقلاوه ديالنا. صافي البنات كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، غادي نكب عليها العسل. صافي البنات، هاي البقلاوه ديالي من بعد ما عسلتها خليتها حتى بردت باش كتشرب هذاك العسل ديالها. صافي دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. بالنسبه باش نكون يعني نكونوا واضحين، بالنسبه للبقلاوه التطوانيه الاصليه فهي كتبقى على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوها البنات، على هذا الشكل هذا
فما كتذوقش، يعني كيخليوها حسبية على هذا الشكل هذا. وطبعا يعني التزيين يعني كيبقى اختياري، ممكن تخليوها على هذا الشكل هذا، فكتجي الصراحة روعة البنات. يعني بقلاوة رائعة معسلة كيف كتشوفوا، فيها اللوز على هذا الشكل هذا، فكتجي مزيونة. وبالنسبة للتزيين كما قلت لكم فهذا اختياري، ممكن تذوقوها بأي شكل بغيتو، يعني بأي حاجة متوفرة عندكم. كما قلت لكم أنا غادي نستعمل لوز إيفيلي اللي حمرته البنات من بعد ما خرجت البقلاوة ديالي من الفران. طفيت الفران وديك السخونية اللي كتبقى فيه كنحمر فيها اللوز ديالي هذا إيفيلي باش نزوق به هاد البقلاوة ديالي صافي. وكإضافة عاوتاني حتى هي اختيارية، وكان عنا نزوقو بهاد الورد، فهو كيعطي واحد الشكل صراحة مزيون، وكيجي واحد الشكل راقي ومزيون. صافي البنات تبعوا معايا المرحلة ديال التزيين. وغادي نعملو فهاد الكويرتات هادو طبعا باش كيجيو لينا فيهم داك العسل وداك الشيء باش ما يتلصقوش مع بعضيتهم. غادي نستعمل هاد الوريقات هادو كيف كتشوفوا البنات، ها هي كتجي معسله واخا ما كنغطسوها ما والو البنات، كتجي معسله ما شاء الله. غادي نعمل هاد الوريقات بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نجيب شويه ديال اللوز يفيلي بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نجيب هاد الورد، غادي نعمل فتوتات تتوين، ما غاديش نخليها هذا صحيح، غادي نحاول نفرتو باش يجي في الديكور مزيون. كما قلت لكم البنات فانتوما عندكم الاختيار في التزيين ديال هاد البقلاوه. شفتوا البنات كتعطي واحد الديكور مزيون، هاد الورد يعطي واحد الاضافه صراحه مزيونه. سمحوا لي كنخدم بيد واحده، ماما خصني نحطها ولكن خصني نقرب من الكاميرا باش يبان لكم هذا الشكل هذا البنات صافي. هذه هي البقلاوه ديالي، ما عرفتي واش كان الفيديو واضح. المهم غادي نحاول نعاود معكم واحده اخرى. غادي نجيب البقلاوه ديالي هذا الشكل هذا، نعملها في كويرتات وغادي نزوقها باللوز يفيلي اللي ديجا حمرته كيف قلت لكم البنات من بعد ما خرجت البقلاوه ديالي من الفران، عملته يتحمر في هذيك الحراره ديال الفران صافي. وغادي نحاول نفرتت هاد الورد على هاد الشكل هذا باش يعطيني واحد المنظر مزيون. على هاد الشكل هذا البنات كيجي صراحه مزيون البنات الشكل ديالها، وكيجي راقيه صراحه كتجي وسهله البنات بزاف، يعني اي واحد ممكن يعدلها كيف لاحظتوا الطريقه ديالها سهله بزاف. صافي البنات انا غادي نكمل البقلاوه ديالي كامله صافي، ونرجعوا باش نشوفوهم في الصحن ديال التقديم ان شاء الله. وهذه البنات هي البقلاوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا بعد ما زينتها على الشكل اللي شفتوا البنات، مثل هذاك اللوز ايفيلي اللي حمرته وسوقت بهذيك الطريفات ديال الورد. هذوك الطريفات ديال الورد البنات راهما كيتكالوا، يعني الورد اليابس اللي كنعرفوه يعني كيتكال دابا رجعوا، يعني كلشي وجا كيزوق به وكيتكال يعني عادي ماشي مودر. وان شاء الله البنات يجينا الاعجاب ديالكم هادشي اللي كنقدم لكم. الى عجبكم البنات الفيديو كنتمنى انكم دعموني بلايك ديالكم، وبالنسبه للبنات اللي باقيين ما مشتركينش كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ديالي وتخليوا لي تعليقاتكم. وان شاء الله يا ربي نشوفكم فيديو جديد في امان الله، والسلام عليكم.